عاجلة آخر الأخبار الهامة والمنوعة حدثت لهذا اليوم يوم الأربعاء 23 من شهر العاشر 2024. وزارة الداخلية العراقية تعلن إغلاق 69 مشروعا مخالفا لشروط البيئة والغير مرخصة من وزارة البيئة للحد من التلوث البيئي. إقالة رئيس هيئة النزاهة العراقية بالوكالة القاضي حيدر حنون من منصبه. وزارة البيئة لا نتوقع هطول أمطار حامضية، وفي حال وجودها فلا تسبب مخاطر صحية على الإنسان. الأنواع الجوية العراقية أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. مسؤول أمريكي واشنطن لن تتردد بتكرار عمليات اغتيال قادة بالحاشد في حال اشتركوا باستهداف جنودها مجددا. شرطة البصرة تعتقل متهما حاول الدخول الى احد المنشآت النفطية بتصريح امني مزور. وزير الخارجية الايراني عباس عرقشي احتمال توسع رقعة الحرب وارد، ونحن جاهزون لمواجهة كل السيناريوهات. فصائل عراقية مسلحة تعلن مهاجمة هدف حيوي في طبريا بالمسيرات.